لأول مرة منذ أشهر طوابير قصيرة في محطات المشتقات النفطية. هذا التوفر المفاجئ رافق ارتفاع أسعار المشتقات النفطية 700 ريال لمادة البترول و300 ريال لمادة الديزل. ردود فعل المواطنين إزاء التسعيرة الجديدة انقسمت بين رافض متسائل عن سر التوفر المفاجئ وتوقف السوق السوداء. يعني لنا شهرين بأزمة على أساس أنهم يشتوا يرفعوا 700 ريال هذه. عندما يرفعوا 700 يكون الشعب اليمني يعني مقتنع. وقفوا يقطعوا البترول والديزل علينا وبالأخير يقول لك هذا مشان يرفعوا دولار. وبين كثيرين أبدوا قبولا ممتعضا مرده معاناة أشهر من انعدام المشتقات النفطية واضطرارهم خلال هذه المدة الرذوخ للسوق السوداء. إذا توفر من 3.7 بدون طابور بدون المحطات كلها تشتغل كان بها بنتحمر احنا، اهم شيء انه يوفروا لنا البترول. سياراتنا برمضان مره واحده خرجناها. الجهات الرسميه بعد اتهامها للشركه المحتكره توريد النفط لا تكشف غموض المشهد حتى بعد تشكيل رئيس الحكومه لجنه لحل هذه الازمه. حاله استثنائيه في هذه اللحظات، هناك ازمه وقود موجودة، هناك لجنة شكلت من قبل الأخ المحافظ لمتابعة حل هذه الأزمة. اللجنة تقوم بمهامها على أكمل وجه، تحاول أن تتابع، نحاول أن نخفف. هناك بداية الانفراجة موجودة في السوق. فيما صرح مدير شركة النفط بأن التسعيرة الجديدة مؤقتة لحين وصول كمية المشتقات النفطية التي أعلن عنها عبر مناقصة عامة. لا يستغرب انقسام الشارع حول التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية بين مؤيد ومعارض، فبعد أشهر من معاناة انعدامه يقبل الناس الآن على طريقة الحمى أهون من الموت. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.